السيد ناشر رئيس جامعة قناة السويس، السيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بحضور المعرض المحلي لإنتل مصر آيسف 2014، ونتشرف بشكر كل من محافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية بمشاركة الطلاب معانا واجتهادهم إن شاء الله تعالى، ويا رب يكون معرض خير علينا إن شاء الله. من أجل تعزيز ثقافة البحث والابتكار وتغيير نظرة المجتمع لها، تم الاتفاق بين شركة إنتل ومؤسسة مصر الخير على رعاية تنظيم معرض العلوم.